وهلأ هذا مين؟ فريال لطفي. هميام 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 عيديا هميام. شو يعني هميام؟ هميام تعني شدة الحب والعشق الخالص. من هلا ورايح انت صار اسمك هميام. هي أليكس إجت. أليكس أليكس شو صار؟ خبرينا شو صار معي. يلا أحكي أليكس أحكي. يلا. أليكس فينا نعرف ليش إلك يومين غايبة عند السلطان؟ شو اللي صار معك؟ احكي لنا. يلا خلصينا بقى احكي. يلا خبرينا شو صار معك. يلا بعد هلأ ما في أليكس، رح تنادولي باسم تاني من هاللحظة. بتنادولي هيام ماشي؟ شو فجأة هيك تغير اسمك؟ ومين اللي سماكي هيك يا حلوة؟ السلطان سليمان هو يلي سماني يا شاطرة. هيام 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 ناداني. ألكساندرا ماتت، هيام ولدت. نحن ما حنروح على المدرسة اليوم، ما هيك إبراهيم؟ لا حبيبي ما في مدرسة، بس منروح على صلاة الجمعة، بدنا نصلي بالجامع، وبعد الصلاة رح نستمع لمشاكل الناس وبعدين منرجع على القصر. وأنا كمان بدي صلي. إيه أنت رح تصلي معنا، وأنا متأكد أنك رح تتعلمها بسرعة، وهيك بتصير تروح مع جلالة السلطان على جامع آيا صوفيا كل جمعة وبتقدم الدعاء. أنا رح أدعي لبابا كل يوم جمعة مشان يحبني أكتر وأكتر ويلعب معي وياخدني على رحلة الصيد معه.